انطلقت سباقات التاهلية الدولية والمحلية الرمضانية بمشاركة كبيرة من الأصبلات والفرسان في قرية البحرين الدولية للقدرة في السباقات التي نظمها الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في آخر مسابقات الموسم الرياضي 2023-2024. وشهدت الانطلاقة تواجدا واسعا من الفرسان المشاركين في مختلف السباقات، وهي سباق 160 كيلومتر الدولي تصنيف 3 نجوم، والسباق التأهيلي الدولي والمحلي لمسافة 100 كيلومتر تصنيف نجمة، والسباق التأهيلي الدولي لمسافة 120 كيلومتر تصنيف نجمتين، والسباقات التأهيلية المحلية لمسافة 40 و80 كيلومتر. وأقيمت السباقات على عدة مراحل وسط متابعة من مسؤولي الفرق والإسطبلات الذين حرصوا على دعم الفرسان في المراحل. وتأتي السباقات التأهيلية الدولية والمحلية في إطار حرص الاتحاد على دعم الإسطبلات والفرسان لتأهيل الجياد للمشاركات الخارجية والمحلية القادمة. وسجل الاتحاد نجاحا بارزا للموسم 2023-2024 الذي شهد تنظيم عدة بطولات.